الحمد لله. السلام عليكم اخوتي. المهم شكرا، وصلنا لثلاثة المليون. صراحة ما عرفتش شنو الفيديو اللي غندير، ما كنتش ضارب ليه الحساب، وكما لاحظتوا باش وصلت للمليون ما عرفت شنو غندير، جلست في الارض تنعاود لكم القصة. ملي وصلت جوج المليون مشيت فيقت الوالد جرى عليا من الدار، خلعتو مسكين كان مريض، وزعما بغيت ندير لكم تانا ديك التصويره كدا ديال النفاخات وهادي. شوف باش تعرفي، تانا ما كنعرفش ننظم حتى شي حفله، يعني وصلت لثلاثه المليون اخوتي. وشنو جايب لكم اليوم؟ جايب لكم هادي اخوتي رقم ثلاثه. تسنى نفخ هاد اللعيبه مبليش. ها شدي دابا هادي قالبه، فهمتي؟ قالبه بحال ديك نهار الوالد تبقى يدير واحد العود كيتقبل الحولي رجلو نهار العيد، خصنا نفخوها. عندي زعرافة الحرام نتقم والو الاخوان، والو ما عييت ما نفخ فيها ساعة، والو ضاعت لنا 100 ريال ضاعت. المهم اخوتي شكرا بزاف على 3 المليون، حيت الا ما درتش فيديو بحال ما هكا ما يمكنش ليا نكمل الفيديوهات الاخرين. شكرا لكم. القناة ديالنا هي القناة الوحيدة اللي قدرت توصل 3 المليون بهذا المحتوى اللي هو 100% محتوى مغربي، يعني بالدارجة، العناوين بالدارجة، كونسيبت يعني باقي غير في الدار، باقي غير في الدار الحمد لله. وصلت 3 مليون باقي في بيتي، وصلت 3 مليون الحمد لله. ما كون درت انا نسافر وكذا وهادي ولا خربتها، ولا كون كنت نهضر باللغه العربيه، كنت نهضر باللغه العربيه سلام. ولكن الحمد لله الحمد لله. شكرا لكم اخوتي، شكرا على الدعم ديالكم الخيالي. الحمد لله اللي لقانا كاملين، الحمد لله اللي تلاقيت بكم 3 مليون ديال الناس. العز لكم اخوتي. المهم درت هذا الفيديو هذا باش نشكركم وباش نكملوا الفيديوهات. تهلاو.